ماشي. هو عويس مش فارق مين اللي جاي طبعا. يعني ايه؟ يعني انا من دلوقتي مش مستني ان انا لما همشي من هنا فانا بتلا انا بشتغل عشان اسم النادي الاهلي فقط مش عشان حاجه ثانيه. الادارات بتكمل بعض. اللي بنى فكره البراند للنادي الاهلي كابتن حسن حمدي، وبعدين جه بعديه المهندس محمود طاهر، وبعدين دلوقتي كابتن محمود الخطيب، و كل واحد بيحط افكار والبراند مكمل، هو الاسم اسم النادي الاهلي بيتطور، تسويق واداره وفكر النادي الاهلي بيعمل مكاسب من الاسم نفسه، لانك انت ده ممكن يجرنا لرابطه الانديه اللي المفروض تعمل دلوقتي، هنتكلم بعد ما نخلص رابطه الانديه. رابطه الانديه هتبقى مسؤوله عن بس لا ما دي خلينا بس في النقطه دي، لان انا برضو هبقى مش عارف هل ده كلام هيبقى حقيقي، بمعنى ان هي هيبقى ليها قرارات ملزمه ليها قرارات ملزمه بس كده كده الموسم ده. يعني هو برضو هو الموسم ده زي ما بيقولوا هو عام انتقالي، لان اغلب العقود بتنتهي هذا الموسم. فالموسم ده موسم انتقالي، ولكن السنه الجايه الاهلي هو القاطره اللي بتجر كل الكلام ده. انت بتقول الكلام ده عشان انت في قناه الاهلي بس. في شركات بتعمل نسب مشاهده، شوف النقط اللي بتطلع لمباريات النادي الاهلي في الدوري والنقط بتاعه اي فريق تاني في الدوري، هتعرف نسب مشاهده مباريات الاهلي عامله ايه، نسب الاعلانات، نسب الرعاه، الكلام ده كله. وبعدين النموذج الامثل للكره المصريه لتطبيقه طبعا هم لسه هو نموذج الدوري الاسباني، لان نموذج الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونه بياخدوا الجزء الاكبر، وطبعا بتتقسم نسبه وتناسب حسب البطولات وحسب المشاهده وحسب الجماهير، ارقام معينه فاعتقد انه هيبقى ده النموذج الامثل. نرجع تاني ليه بنقول الاهلي ما عندوش مشاكل، لان الاهلي مؤسسه ما بيديرهاش فرد، الاهلي مؤسسه بيديرها مجموعه من الناس. الموضوع ماشي قطر وكل الركاب راكبه فيه، وكل واحد بينزل في محطته، وكل واحد بيدير المكان اللي هو فيه. التسويق بيديره فلان، الاهل الاداره الفنيه بيديرها فلان، التعاقدات بيديره فلان، كل واحد مسؤول عن الحته اللي هي فيه اللي هو فيه. عشان كده ما تلاقيش مشاكل في النادي، ما تلاقيش لعيب طلع اشتكى النادي الاهلي، ما تلاقيش لعيب كوره ليه مستحقات ورفع قضيه. ممكن يكون في لعيب لانه في فترات الانتقالات بين مجالس الاداره في لعيب مشي فما خدش مستحقاته فرفع قضيه فاتحكم له وخدهم واتحلت القضيه. ما شفتش انا الاهلي قبل كده اتبعت له جواب ايقاف قيد او حد مدرب مشي من غير ما ياخد مستحقاته. فايلر كسب بطوله الدوري ومشي، خد مكافاه بطوله الدوري قبل ما يمشي، رغم ان كان فاضل في الدوري تقريبا ست اسابيع، ست ماتشات خد مكافاه بطوله الدوري لانه حسم بطوله الدوري قبل نهايته. فالاهلي عنده القدره الماليه والاقتصاديه انه يقدر يسدد كل ما عليه ويبني للمستقبل. عنده القدره لان عنده العقول. عنده العقول اللي بتقدر تعمل كده، او يعني هي همها في النهايه، وخلينا كلنا نشترك في هذا الامر. يعني مش عايز امشيها كل شويه حد يتكلم فيه. ولكن لا، ما عبد الحكيم مش هيتكلم تاني، هو كان خلاص كده. شكرا عبد الحكيم، متشكرين. السلام عليكم.